يوجد المئات من الأشخاص البالغين من ذوي الإعاقات العقلية يعيشون حياتهم بطريقة معظمنا لا يدركون عنها شيئاً، وهم يخلقون لأنفسهم حلولاً للمضي في مواجهة العقبات اليومية التي تصادفهم مثلهم مثل باقي الناس. ليس من السهل أن يصبح الإنسان شخصاً بالغاً، فذوي الإعاقات العقلية أيضاً يفكرون في إيجاد وظيفة وأين يمكن أن توجد، ويفكرون في حقوقهم كأشخاص في المجتمع، وأن يبقون أصحاء، وأن يكون لهم الحق في الرعاية الطبية. هم يفكرون أين يذهبون مع أصدقائهم، وفوق كل ذلك ما هي الخدمات العامة المقدمة لهم. لو اعتقدنا في الحاجة إلى تطوير الحياة وكذلك في مواجهة التحدي في نشر التوعية، فسوف نرى بوضوح قدرة مجتمعنا الحقيقية. فنحن جميعا جزء من هذا العالم، ونحتاج مساندة بعضنا البعض لنجعل هذا العالم مكانا أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بحب أعرف عن نفسي، أنا المهندس أنس باعي، مدير إنتاج بمعمل غندور. حاليا أنا بالمعمل 4 أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة. مهمتنا بالمعمل هي توجيههم وتدريبهم وتنمية قدراتهم الذهنية والعملية وتحويلهم إلى أفراد نشيطين بالمجتمع. حاليا أنا بالمعمل بعض الأفراد اللي صار لهم لا تقل مدة وجوده معنا عن 7 سنوات ولا يزالوا مستمرين بالعمل، وطبعا أثبتوا كفاءتهم والتزامهم بالعمل وحبهم للعمل. وبشكل طبعا بشكل مستمر عندنا خطط تطوير وتدريب لهم، وإن شاء الله الخطة المستقبل هي تحويلهم إلى مشغلين لمكائن بحيث نوصل لأعلى جودة من المنتجات عن طريق استخدام مهارات اللي أثبتوها خلال الفترة اللي اشتغلوا معنا فيها. سارة عبيد البقمي، أخصائية إعارة في مكتبة كلية عفت، مروهنة من خريجات مركز العون من ذوي الاحتياجات الخاصة. بيشتغلوا معنا تقريبا من 5 سنوات، تجربة جدا رائعة ومرة حلوة. إنهم بيساعدونا هنا في المكتبة وفي جميع أنحاء الكلية، وهم قادرين على العطاء وعلى الإنتاج. مو زي ما بيتوقعوا الناس إنه ما بيقدروا يشتغلوا أو بيسووا شيء، بس ما شاء الله بيقدروا بينتجوا في عملهم ويساعدونا كتير. فنتمنى لهم التوفيق والنجاح، ونتمنى من جميع المؤسسات والشركات إنها تساهم معانا في تطوير هذا الموضوع. مين قال إحنا ما نقدر؟ إحنا نقدر.